والبرق طيف حالم، والدنيا ليل قاتم. قالت وطنت العزم، خفت مست ثوب الرب، تحدوها دقات الحب، صحت والشفاء تم. ملكوش ما يونو حاسو خلدا احطيت له، ملكوش ما يونو حاسونا الخلدا احطينا له. صلوا على ائمة المران، قالوا هن قابل قربونو، نترحم علي باسلو. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا ضابط الكون بقوتك، لقد قلت للشعب المزدحم إن قوة خرجت مني، ثم قلت للمنزوفة التي شفيت بلمس ردائك، اذهبي يا ابنتي إيمانك خلصك. نسألك أن تشفينا من كل خطيئة، فنقوم بطهارة أمامك طوال أيام حياتنا، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. فرخ مور، لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي تحنن على البشر فأرسل ابنه الوحيد ليخلصهم، وإلى الابن الوحيد الذي ضمد جراح البشر وسكب عليها الدواء الشافي، وإلى الروح القدس المحيي الذي يقدس الملتجئين إليه. فرخ مور أبون صالح، الذي يليق له التمجيد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها الآب القوي الضابط الكل، بأشباه شتى كلمت أبانا منذ القديم، وفي ملء الأزمنة أرسلت إلينا ابنك الحبيب وأخبرنا عنك بأقواله وآياته، وأوصانا بالمحبة، فالشكر لك على ما أعطيتنا بابنك ربنا يسوع المسيح. نمجدك يا رب الخلاص والحياة، القدوس العليم بقلوب محبيه، الشافي أوجاع الملتجئين إليه. اشفنا كما شفى ابنك الوحيد المخلع والأعمى والمنزوفة والأعرج، وانشر الهدوء في نفوسنا كما هدأ الأمواج الهائجة. ندرع إليك على عطر البخور من أجل جميع المتألمين، اسكب بلسم عزائك على قلوبهم، واسهر عليهم بعينيك الأبوية، فلا يحيد عن محبتك في محنهم وألامهم. ارفع يمينك وبارك الأصحاء فيحل الفرح في قلوب الجميع. فرخ مور، ويرفع الحمد والمجد إليك أيها الآب، وإلى ابنك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يا مريم البكر فوقتي، الشمس والقمر وكل نجم بأفلاك السماء سارا. وكل نجم بأفلاك
سارا. نشكر حنانك أيها الطبيب محب البشر لأنك ضمدت جراحات الإنسانية المتألمة. اشف المرضى وعز المحزونين، اقبل صلاتنا كما قبلت توسل المنزوفة. بارك اللهم جماعتنا المصلية التي تؤمن بك مخلصا وفاديا وتنتظر يوم قيامتك المجيد، لك المجد والشكر إلى الأبد. آمين. قادشات ألوه، قادشات حايلتون، قادشات لوميوتو، اترحم علي. قادشات ألوه، قادشات حايلتون، قادشات لوميوتو، اترحم علي. قادشات ألوه، قادشات حايلتون، قادشات لوميوتو، اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا نصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. وسط جمع الغفير مست ثوبه الطاهر، آمنت بالقدير نالت حظها الوافر. بالعماد لبسنا ربي ثوبك الطاهر، بالإيمان خلصنا نلنا حظنا الوافر. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، إن لي عليكم دالة كبيرة ولي بكم فخرا عظيما، لقد امتلأت تعزية وأنا أفيض فرحا في ضيقنا كله. فإننا لما وصلنا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا متضايقين في كل شيء، صراع من الخارج وخوف من الداخل. ولكن الله الذي يعزي المتواضعين عزانا بمجيء تيتوس، لا بمجيئه فحسب، بل أيضا بالتعزية التي تعزاها بكم، وقد أخبرنا باشتياقكم إلينا وحزنكم وغيرتكم علي، حتى إني ازددت فرحا. وإذ كنت قد أحزنتكم برسالتي فلست نادما على ذلك، مع إنني كنت قد ندمت، لأني أرى إن تلك الرسالة ولو أحزنتكم إلى حين قد سببت لي فرحا كثيرا، لا لأنكم حزنتم، بل لأن حزنكم أدى بكم إلى التوبة. فقد حزنتم حزنا مرضيا لله، كي لا تخسروا بسببنا في أي شيء، لأن الحزن المرضي لله يصنع توبة للخلاص لا ندم عليها، أما حزن العالم فيصنع موتا. فانظروا حزنكم هذا المرضي لله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاعتذار، بل من الاستنكار، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الإصرار على العقاب. وقد أظهرتم أنفسكم في كل ذلك إنكم أبرياء من هذا الأمر، والتسبيح لله دائما. هللويا وهللويا، ليعترفوا
لك الشعوب يا الله ليعترف لك الشعوب أجمعون. هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. جيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: لما عاد يسوع استقبله الجمع لأنهم جميعهم كانوا ينتظرونه، وإذا برجل اسمه يائيروس وكان رئيس المجمع جاء فارتمى على قدمي يسوع وأخذ يتوسل إليه أن يدخل بيته، لأن له ابنة وحيدة عمرها نحو 12 سنة قد أشرفت على الموت. وفيما هو ذاهب كان الجموع يزحمونه، وكانت امرأة مصابة بنزف دم منذ 12 سنة ولم يقدر أحد أن يشفيها. دنت من وراء يسوع ولمست طرف ردائه، وفجأة وقف نزف دمها. فقال يسوع: من لمسني؟ وأنكر الجميع. فقال بطرس ومن معه: يا معلم، إن الجموع يزحمونك ويضايقونك. فقال يسوع: إن واحدا قد لمسني، فإني عرفت أن قوة قد خرجت مني. ورأت المرأة أن أمرها لم يخف عليه، فدنت مرتعدة وارتمت على قدميه، وأعلنت أمام الشعب كله لماذا لمسته وكيف شفيت للحال. فقال لها يسوع: يا ابنتي، إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. وفيما هو يتكلم وصل واحد من دار رئيس المجمع يقول: ماتت ابنتك، فلا تزعج المعلم. وسمع يسوع فأجابه: لا تخف، يكفي أن تؤمن فتحيا ابنتك. ولما وصل إلى البيت لم يدع أحدا يدخل معه سوى بطرس ويوحنا ويعقوب وأبي الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون عليها ويقرعون صدورهم. فقال: لا تبكوا، إنها لم تمت لكنها نائمة. فأخذوا يضحكون منه لعلمهم بأنها ماتت. أما هو فأمسك بيدها ونادى قائلا: أيتها الصبية قومي. فعادت روحها إليها، وفجأة نهضت، ثم أمر بأن يطعموها، فدهش أبواها وأوصاهما يسوع ألا يخبرا أحدا بما حدث. حقا والأمان لجميعكم. من أجل كلامه الحي لنا للمسيح يسوع التسبيح والبركة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، اليوم الأحد 13 أدار 2022 بداية الأسبوع الثالث من زمن الصوم الكبير، عم نقدس مع بعضنا أحد شفاء المنزوفة. الذبيحة الإلهية اليوم أنا بحابب أرفعها على نية خينا إزحياء أصطفان وعائلته وراحة نفس الموتى بالعيلة. توصيات الأسبوع القادم يوم الجمعة القادم، كنا لازم يوم الجمعة نختم الرياضة الروحية لرياضة الصوم لحضراتكم بالرعية، يوم لأنه تلجت وسكرت الطريق بقى أجلنا اختتام الرياضة ليوم الجمعة القادم الساعة 4 PM. بنصلي مع بعضنا وبنختتم الرياضة الروحية للرعي. السبت القادم 19 أدار عيد مار يوسف، القداس الساعة 4 PM ترفع الذبيحة الإلهية على نية جوزيف منصور أصطفان وعائلته. الأحد القادم
20 أذار، القداس الساعة 11 صباحا، قداس وجناز لراحة نفس المرحوم وديع حبوش المتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية. اللي ما بيعرف مين قصدي بوديع حبوش بيكون صهره لخينا جوزيف سلوم بوجان. يعني كان مفروض اليوم يكون معنا قداس وجناز الأربعين لراحة نفس المرحوم جوزيف أديب سلوم، ولظروف الطبيعة بتعرفوا تأجل ليوم الأحد 27 أذار الساعة 11 صباح. هاو هن التوصيات، التوصيات المعتادة كمان لبعد ما حط رقمه على جروب الواتساب للرعية بيقدر يبعت اسمه على رقم الهاتف واتساب 086-45-120 لينضاف رقمه على الجروب، وهذا الجروب على الواتساب ما في عليه إلا إعلانات الرعية. وبتمنى انه يكون اللي عم يبعت رقمه يكون بس من رعية مار الياس المارونية خربة أنفار، لأنه هيدا بخص الرعي. أما بالنسبة للمناولة مثل العادة على طريقتين، ممكن بفتح اليدين الكاهن بحط القربانة باليد بيتناولها المؤمن وبيروح مطرحه، أو بالفم. اليوم سمعنا إنجيل المنزوف ونحن عم نعمل حج، يعني طريق حج من الرماد إلى المجد، مجد القيامة مثل ما سبق وذكرنا زمن صوم. نحن عم نتوقف عند أحد المنزوف مليء بالعبار والمعاني اللاهوتية. حلو ناخذ فكرة واحدة صغيرة ألا وهي الثوب للمسته المنزوف، ثوب على يسوع للمسته المنزوف. بالوقت اللي قال من لمسني، بيقولوا له التلاميذ انه بكشي الجموع يزحمونك، وانا هيدي قبل شرحتها باليوناني، الكلمه مش يزحمونك بالعربي، باليوناني النص بلوقا بيقول يعصرونك، هيك جاي الفعل. يعني تصور قديش في ناس حواليه قالوا سال من لمسني، ومش لمسه بالشخصي، لمس طرف ردائه، يعني شيء ما ممكن يحس فيه بالمبدا. يعني بقى المقصود بهيدا الموضوع، اول شيء لتعرفوا شو الرداء تقروا انجيل سفر اشعيا بالعهد القديم الفصل السادس، في وصف واضح لبيت لقدس الاقداس. شو هو قدس الاقداس؟ مثل ما عندنا هون نحن بقدس الاقداس في المذبح، في بيت الاربان، في ذخائر القديسين. قدس الاقداس عند اليهود هو الهيكل اللي كان في قلبه تابوت العهد، وتابوت العهد كانوا حاطين فيه لوحي الوصايا تبع موسى وعصا هارون التي أورقت، يعني كل كلمة الله يعني الموجودة جوا، معتبرين أنه هم بيت الله. وكانوا شو يغطوا تابوت العهد؟ كانوا يغطوه برداء. هيدا الرداء اللي كانوا يغطوا فيه تابوت العهد قد ما كان طويل، وكان قطعة واحدة مش كذا قطعة مع بعضهم، مخيطينه بدقة، وكان غالي الثمن يعني وطويل جدا، أخذ كتير خيطان لواصل. يعني كان يغطي تابوت العهد وعلى طوله يظهر برات الهيكل، الهيكل له برداية، كان كيف عند إخواننا الروم الأرثوذكس أو الكويت للهيكل له برداية، هونيك تابوت العهد أو قدس الأقداس له برداية، كان الغطا يروح لبرات البرداية وطويل لبرا هيك. هيدا الرداء هو نفسه اللي كان على يسوع المسيح، أو مش نفس القطعة اللي كانت على تابوت العهد، إنما يرمز إنه هيدا اللي حامل هالرداء هو تابوت العهد، هو الله اللي بيناتنا. طب الرداء اللي لمسته المنزوف بيدل على ألوهية يسوع أكثر ما بيدل على قوة الشفاء. المهم لمست طرف الرداء فسحبت قوة من يسوع وشفيت من النزف. إذا بيدعينا هالشي بيدعينا تنفهم شغلة، إنه نحن يسوع بيقوله باللغة العلمية جاهز ديسبونيبل، يعني دائما موجود للعطاء، عطى ذاته على الصليب، يكفي إنه نحن نجي صوبه وناخد، مش انه نقعد نقول هلا بيعطي غيري ما بيعطيني، لا، دائما ربنا بيعطيني اللي انا بحاجه له. رح اوضح لكم اكثر عن الرداء، وهي اخر فكره. شرشف المذبح اللي بتشوفوه بكل زمن طقسي بالوان معينه، هاي المره الموف وغيره الابيض والاحمر وغيره، شرشف المذبح هو ذاته يرمز للرداء اللي كان على يسوع المسيح، هو ذاته نفس الشيء. مشان هيك مش انه يابا اجت نجاة غيرت الشرشف وحطت وما بعرف شو هيدا، لا، كتر خير يعطيها العافية وكل شيء، بس انما رمزيته الليتورجية ابعد من هيك بكتير. هو نفس الرداء، لانه هون يذبح قدس الاقداس كل مرة، بيصير في قداس في ذبيحة، يسوع المسيح كل مرة يذبح لاجل غفران خطايانا، نفس المنطق اللي صار مع المنزوفة. وهيدا الشرشف
بنسميه شرشف، هو الرداء اللي كان على يسوع، هو ذاته بكرة بتشوفه بأسبوع الألام على الصليب اللي اقترعوا عليه الجنود، ما قصوه لأنه كان قطعة واحدة، اتقسموا كل شيء بالقرعة إلا التوب، وصلوا طرعوا عليه كل شيء قسموه أربعة إلا التوب، بعده لهلأ مستمر. مشان هيك عنا بالمسيحيين في البعض بينتقدونا انه بتلاقي هالنسوان الكبار والرجال الكبار بالعمر، ابائنا واهلنا هولي ايمانهم يعني مبني على علاقه صحيحه مع الله بدون فلسفه لاهوتيه وغيره، بتلاقيه وصل مثلا في صوره للعذراء قربت هيك باستها لمستها وصلبت ايدها على وجهها وهالامور، ها هيدي جايه من لمسه طرف طوب رداء يسوع المسيح من المنزوف، واصله لهم نفس المنطق هو ذاته. هلا تغيرت الامور شوي، بس انما انا بهمني منطق طلب الشفاء الدائم من يسوع، ما بهمني انا الشيء الثاني انه ليك هيدي عم بتبوظ الصوره وهي عم بتقرقش قوني وهي ما بعرف شو، لا هيدي مسخره صارت مع يسوع المنزوف عملتها وربحت شفاء. ونحن هون هلا برداء المذبح، نحن هيدا رداء يسوع المذبوح لاجلنا لغفران خطايا. ان شاء الله تكون الفكره هيك وصلت وهيك عم نعيشها مع بعضنا البعض. حتى بكرة بالأول أرباني ليش منلبس الولاد التواب بيض؟ فكركم رداء قطعة واحدة، الرداء الأبيض وزن نفس الشيء، صاروا يشبهون تابوت العهد، يسوع عم ياخذ عم يفوت على قلبهم مثل ما يسوع موجود بتابوت العهد بالكلمة، هني عم ياخذوه لأول مرة، مشان هيك بيلبسوا التواب. الرمزية إلى معنى حلوة وحقيقية بتعيشنا اللحظة. إن شاء الله بيكون صوم مبارك علينا وعليكم. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما شاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. إيت الوط مد بحيدة له والوطة له دم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطوخ اعول البيت وخسغود بهايك لوط قوت شو دحل تخمر يو دبارن وبزاديك وطوخ أريفي صلاة وعلى إيمة والمران قالوهن قابل كربونو ونترحم عليهم باسلوتو هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي لآتي من حضن الآب كوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح كوتا للبيع هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية
وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان موضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية أم الله مريم، مارمرون مرشار بالمرلياس والقديسة ريتا. اذكر اللهم آباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقرب عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. لبنان هالأرز الخضراء عنده شرب والعطرة، يا شرب منك نظرة عالبنان وطمنا، يا شرب صلي عنا من دير عنا يا المشهور، شرب الضوى سراج النور والبيع بكل المعمور، بتصلي وبتتمنى يا شرب صلي عنا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الأب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي بالمسيح. يا رب السلام أمطر علينا السلام، يا رب السلام املأ قلوبنا سلام. بك يا رب نبارك، فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك، لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله، لنشكر الرب متيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب، بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي: قدوس 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 أنت الرب القوي، إله الصباوت، السماء والأرض مملوءتاني من مجدك العظيم، وشعنا في الأعالي قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداس، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيوم هود أقدم حشودي لما بيت حي انساب اللحم بيدا وقادي شوتو بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار سابخو المنه كل خون
هونو داني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقي ما تقسى وما تيها حصيد حوبي والحيد العلم علمين آمين. خانوا عالكوس ودمزيغوا من حمرو من مايو بارخ وقادش يا بالتلميدة وكادومار سابش تاو منيه كل خون هونو داني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقي ما تشاد وما تيها حصيد حوبي والحيد العلم علمين آمين. وزاد على ذلك هذا الإضاحة قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تدرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجواره. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون، فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة وعدد أبائنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، مار جوزيف مطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الري، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك لنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا وللمكبلين بالضيقات محررا وللمساكين منجيا وللبائسين والمضنوكين والمتعبين مفتقدا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب صورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك إلى القديسين الذين أرضوك، لا سيما مارليس شفيع هذه الكنيسة ومار مارون ومار شربل والطباو إسطان نعمة، أهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
أمام كأسك تنحني الرؤوس، تخفق القلوب، تتمتم الشفاه، وتحلم العيون بنورك المضيء، بنورك المضيء. أمام كأسك نهتف بالدعاء، ندعو باسمك، نحاور السماء، فاستجب لنا يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. يا أبانا الحق، ابنك المذبوح قربانا فداء، فاقبل من ذاق ليبررنا أهوال الردى. اقبل منا هذا القربان، واصفح عنا وانسى خطايا ضد جلالك صدرت منا. يا أبانا الحق، ابنك المذبوح قربانا فداء، فاقبل من ذاق ليبررنا أهوال الردى.
دمه المهرق فوق الجلجلة ليخلصنا، يدرع عنا فاسمع لأجله صوت صلاتنا. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم. يا محب البشر ارحمنا. قد أكلت جسدك المقدس، لا تأكلني النار، وعيناي التي مست به رحمتك تبصر، لم أكن هاهنا غريبا عن أسرارك، فلا تجعلني خارجا عن جوارك، لا توقفني مع الجدار في الجانب الأيسر، بل مع الخراف لليمين أسبحك مدى الأدهار. أيها الأب القدوس، إن أفواهنا المعتادة تلقط الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوت السماوي. جسد ابنك الوحيد ودمه هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار، مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافل، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين.